There is a new study that's out from Tipalti Approved, and they are predicting that Elon Musk will be the first trillionaire, a milestone that he could reach as soon as 2024. يقولون إيلون ماسك راح يصير أول تريليونير بالعالم ومو بعيد سنة 2024 بعد سنتين إذا بقى على هذا المنوال. تعرفون كم صفر بالتريليون؟ حتى ما أعرف أقولها. خلينا نحكي بالموضوع ونشوف أيضا شلون نقدر نستفاد من عده، بس انتظروني 10 ثواني. التريليون رقم ضخم جدا، فكر بيها بهذه الطريقة. العراق الدولة النفطية ميزانيتها كانت سنة 2021 89 مليار دولار، يعني أقل من 10% من التريليون. يعني إذا ماسك يصير عنده تريليون يعني أكثر 10 أضعاف من ميزانية العراق، تخيلوا. زين شو القصة وشلون حتوصل ملكيته تريليون؟ يعني الرجال حاليا هو أتصور رقم واحد قائمة أغنى البشر، تقريبا 200 مليار ثروته. طبعا هذا مو معناه عنده 200 مليار نقد جوئي، ده هاي قيمة استثمارات. رجل أعمال ورجال أعمال ومليونيرية وملياردارية ما يستعملون فلوس، ما يحطون فلوس على صفحة، كلها فلوسهم مستثمرة. الفرق بينهم وبين الناس عندها نقد انه ابو النقد فلوسه تقل قيمتها بسبب التضخم. الدولار مثلا 89% من قيمته فقدها بآخر 50 سنة، واللي عنده استثمارات جيدة يعني قيمتها تصعد، ثروته تزيد. فهاي كانت دراسة من موقع اسمه أبروف، يقول انه إيلون ماسك ماشي على طريق التريليون، ممكن يوصلها خلال أقل من سنتين إذا بقى بهذا الشكل. لأنه ماسك من سنة 2017 قبل 5 سنين كل سنة معدل زيادة بثروته 129%، وهي نسبة زيادة ضخمة. رغم أنه هو يعرفون أنه إيلون ماسك هو صاحب شركة تسلا وسيارات الكهربائية، بس عنده مشاريع ضخمة منها يعني سبيس اكس، بورينج كومباني وغيرها من المشاريع، وكلها مشاريع خلينا نقول طموحة جدا. سبيس اكس مثلا ترسل صواريخ للفضاء، وهي شركته. تصور كم من المؤسسات والحكومات راح يدفعون مئات الملايين حتى يرسلون يعني أقمار صناعية للفضاء عن طريق سبيس اكس، وليش لا حتى بشر همين يرسلون. يتوقعون انه سبيس اكس تضيف القيمة الأكبر للثروتة إيلون ماسك اللي يتوقعها يوصل تريليون، يعني إذا مش بهذا المنوال. بس ليش نقول يتوقعون؟ لا، حيوصل إذا مش على هذا الطريق، يعني توصل تقريبا إلى تريليون وثلاثمائة مليون، فما بيها توقع، هاي رياضيات إذا الزيادة كانت بنفس الشكل. وبالقائمة أيضا مجموعة منهم الملياردير الهندي غوتام أداني وبيل جيتس، وغريب لما نشوف يعني قبل كانوا يتوقعون جيف بيزوس مؤسس أمازون يصير أول تريليونير، بس الآن يقولون يحتاج له على هاي الحسابات مالته إلى سنة 2030 حتى يصير عنده تريليون، فكلش انكسر قلبي عليه. فإذا أنت مقتنع أنه بيل جيتس مثلا يصير تريليونير خلال سنتين، استثمر مثله. أو إذا تقول لا والله جيف بيزوس يوصل، روح استثمره بأمازون. بس بالنهاية بعد 10 سنين راح تتذكر أنه سنة 2022 كنت تفكر بهذا وما سويت شيء، وتقول ليش ما استثمرت؟ الأمر كان واضح وضوح الشمس وسمعناها من هواي أماكن. مثل ما قبل سنين كنت تفكر انه ابل ما ممكن تصعد اكثر، وتسلا تفشل، والبيتكوين احتيال، والناس ما راح يشترون من امازون. هسه الوضع تغير، تاريخ شوفنا انه الاسواق تصعد على فترات طويله. اذا تريد استثمار امن استثمر بسلات اللي بيها مجموعه اسهم حتى توزع الخسارة وتستفاد من يعني صعود الاسواق. واذا خسرت شركه اكو اكثر من شركه تصعد مقابله. واذا عندك قلب قوي وتريد تجاسف حتى توصل أسرع، اختار الشركات اللي تشوفها قوية ولها مستقبل واستثمر بيها بدون ما تدخل سلات، يعني اختار كم سهم. وإذا قلبك أقوى بعد، أوكي ما بيه شيء، حط استثمارك بسهم واحد أو وزعها بسهمين ثلاثة، أو وزعها على الكريبتو وجازف أكثر إذا ما عندك صبر. بس فكر أيضا أنه رغم أنه ممكن تربح أسرع، أيضا ممكن تخسر بنفس السرعة أو أسرع في العجلة الندامة. يعني المهم تصبر وتباع بعيد، تفكر بعد 5-10 سنين يكون عندك بيت أو راتب تقاعدي أو مشروع كبير، ما تصير بيوم وليلة، هاي يحتاج لها صبر على متكون هاي الثروة. فأيضا أقول لا تستثمر فلوس ما تقدر تخسرها. أنا اشتريت عملة اسمها ها ب100 دولار، وحاليا قيمتها 4 دولارات، ووينها أصلا ما أعرف ولا أفكر بيها، لأنه كانت تجربة واعتبرتها يعني عشوة عشيت بيها أصدقائي.
لو كانت هاي المية دولار الوحيدة اللي عندي كان يعني لحد الآن أندم. ولا تفكر مثلي أيضا أو مثل أحد غيرك، أنت الوحيد اللي تعرف ميزانيتك، تعرف مصلحتك، تعرف مصلحة عائلتك. بس الأسواق مع الأوراق المالية على المدى الطويل ما تخسر وتصعد أكثر من التضخم والفائدة. هذا التاريخ اللي شوفناه بالأرقام، مو موضوع توقعات. شوف الخطوط البيانية مال آخر 100 سنة يشوفك هذا الشيء. أدري تريدون أنتوا ربح سريع، بس يعني أي شيء ينطيك ربح سريع معناته احتمال تخسر بسرعة أيضا، فلا تذبون فلوس هواية بيها وتكونون لازم حذرين. بس أنا إذا أسألكم كم واحد منكم استثمر الأسهم، كونوا صريحين، خلي أسألكم بهاي الطريقة، يعني خلي نقول كم نسبة المبلغ المخصص للاستثمار، شلون موزعيها بالأوراق المالية، عقارات، ذهب وغيرها، وكم بالكريبتو؟ اكتبوا لي.